مع اشتداد موجة الحر التي تضرب العراق والتي فاقت شدتها نصف درجة الغليان، يجد العراقيون لأنفسهم ملاذا في الأنهار للتخلص من لهيب الحر الشديد الذي حول منازلهم إلى أفران بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. فالحر يلاحقهم في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي الشارع. في العاصمة بغداد، مواعيد العمل والعودة إلى المنزل قد تغيرت، فالجو شديد الحرارة ولا مزاح مع هذه الموجة القاتلة، والعودة إلى المنزل بعد نهار طويل ومظلم من العمل ليست فكرة سديدة من وجهة نظر كثيرين، فترى الشباب يتوجهون إلى نهر دجلة لتبريد أجسادهم التي لفحها لهيب الصيف. درجة الحرارة شوية جاي تأثر على النفسية، والمواطن يعني ما جاي يتحمل هاي درجة الحرارة. ولو ما يعني الدولة ما وفرت لنا يعني الكهرباء شوية يعني من النفسية ترتاح، على مود نشتغل نعمل كل شيء ماكو. هاي كفيلك الله، يعني حتى ما نقدر نشتغل زين ونحتار وين نروح. لازم الحكومة توفر لنا فد كهرباء على مود نرتاح بيها نفسيا، هم نشتغل وهم كهرباء متوفرة لنا. الحرارة العالية لا شغل لا عمل، العالم ما تطلع من وراء الحر، من كثرة الحر حتى الشغل يقل. كهرباء ماكو طبعا، هذا الموضوع الشعب العراقي كله يعاني منه. تعرف تفوت للبيت كهرباء ماكو، تجي للشغل كهرباء ماكو، فمعاناة مو طبيعية بسبب الكهرباء. والجو شوف شلون درجات الحرارة توصل للخمسين، فوق الخمسين، عالم قاعد من الشغل بسبب كورونا. ترجع للبيت على الأقل الكهرباء موجودة، كهرباء تطفى 12 ساعة، 7 ساعات كهرباء ماكو. الحياة معطلة، هكذا وصف أحد المواطنين المشهد وهو يتحدث بحسرة عن معاناته من شدة الحر. فالكهرباء تلك المعضلة الأزلية في العراق أصبحت الشغلة الشاغلة للعراقيين، فضلا عن الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية التي تحاصرهم من كل حدب وصوب. كهرباء ليش ما نقعد بالبيت؟ على كل احنا طالعين بالشارع، شوف هذا الفاتح على صونده يغسل بيه، هذا الخاله ما شنو مهفه في بيه، لو كهرباء كان قعدنا بالبيت وتبريد ومرتاحين. بس كلها ماكو خدمات، اي خدمات صفر، ماكو خدمات خصوصا الكهرباء. هي الكهرباء عمود الحياه، ماكو الكهرباء تتبع الشغل، تتبع العمل، المريض، الكل شي بيها الكهرباء. هي ماكو، اذا الحياه متعطله بسبب الكهرباء. بعض من الماء على كثير من حر الصيف الذي ألهب أجسادهم المرهقة بمصائب السنين العجاف التي أكلت أخضرهم ميابسهم هو آخر حلول العراقيين بعد أن يئسوا من الحكومة ووعودها التي لم تكن حتى حبرا على ورق.